في رسالة من حركة طالبان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت الحركة المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والسماح لها بإلقاء كلمة أمام زعماء العالم في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. طالبان رشحت المتحدث باسمها سهيل شاهين المقيم في الدوحة ليكون سفير أفغانستان لدى المنظمة الدولية، وقدم وزير خارجية طالبان أمير خان متقي الطلب إلى غوتيريش، كما طالب متقي بالتحدث خلال الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل. وتمهد هذه الخطوة لمواجهة مع السفير الذي يمثل الحكومة الأفغانية السابقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك غلام إسحاق زاي، والذي طالب بدوره أن يلقي كلمة أفغانستان. من جانبه أكد فرحان حق المتحدث باسم غوتيريش رسالة متقي، وقال أن الطالبين المتنافسين على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة أرسلا إلى لجنة الاعتماد المكونة من 9 أعضاء والتي تضم في عضويتها الولايات المتحدة والصين وروسيا. في غضون ذلك قال غوتيريش أن رغبة طالبان في الاعتراف الدولي هي وسيلة الضغط الوحيدة التي تملكها الدول الأخرى لمطالبة الحركة بحكومة شاملة واحترام الحقوق خاصة بالنسبة للمرأة في أفغانستان. وتعليقا على طلب الحركة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن دراسة مسألة تمثيل طالبان لدى منظمة الأمم المتحدة يتطلب وقتا معينا، ولن يتم ذلك خلال أسبوع الاجتماعات في إطار الدورة 76 للجمعية العامة.